ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى ميزان الاعتدال، وما زلنا في المقدمة والكلام على الجرح والتعديل وعلماء الجرح والتعديل. بلغنا في التابعين وتابعي التابعين. نعم، وقفنا عند ابن أبي حاتم الرازي، هل تكلمنا عنه؟ طبعا هذا الأمر عظيم، وأنا قلت أنه في هذه العصور وكان في الأولين أعظم شيء في هذا الباب هو علم العلل. أما الآن في وقتنا هذا المبرز علميا في الحديث هو الذي يتقن علم الجرح والتعديل، لا سيما أننا لا يمكن أن ندخل في الرواة حتى نبين مناط مسألة الجرح والتعديل وكيفية فهم كلام العلماء والألفاظ، وأيضا الترجيح إذا جاء جرح وتعديل، لأن هذه أصل العلم هكذا. نعم، تفضل، يسر الله عليك أمرك، يسر الله عليك أمرك، تفضل. صحواتك السلامة، أدعو لنا الدعاء في السفر المستجاب، رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام، علم هو أعظم علوم الحديث الآن في هذا العصر، فلابد أن تتعرف على من تكلم في علم الجرح والتعديل وأصناف العلماء الذين تكلمون في علم الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي هذا توفي سنة 327 و300، هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظلي الرازي، طلب العلم في صبابة، قرأ القرآن على فضل بن شاذان الرازي، ثم توجه لطلب الحديث في رفقة أبيه وحج معه ورحل للحجاز ومصر والعراق والجبال والجزيرة. فهذا ثمرته عندنا الكتاب، أعظم الكتب في الجرح والتعديل هو كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. يقول الخليلي: أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلم ومعرفة وكان بحرا في العلم ومعرفة الرجال والحديث الصحيح من السقيم، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان زاهدا يعد من الأبدال. طبعا يعد من الأبدال، هذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. والذهبي أيضا ينقل، كان على نفس الوتيرة ينقل لهم هذا الكلام، وهذا الكلام لا يصح، هذا غلو وحقا لا يقبل. قال يحيى بن مندة: صنف ابن أبي حاتم المسند في 1000 جزء، وكتاب الزهد وكتاب الكنى والفوائد الكبير وفوائد الرازيين وكتاب تقدمة الجرح والتعديل. ولا شك أن ابن أبي حاتم كان من كبار علماء النقد في رجال الحديث، شمل كتابه الجرح والتعديل آراء كبار النقاد، لا سيما أبو زرعة وأبو حاتم. وأقول ابن كثير وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل وهو من أجل الكتب المصنفة في هذا الشأن. ابن عقدة ولد سنة 49 و200، توفي 33 و300، وهو أبو العباس أحمد محمد بن سعيد ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن زياد ابن عبد الله ابن عجلان الكوفي المعروف ابن عقدة، كان أحد الحفاظ المتقنين، إلا أنه اختل في أمره لعدة أمور. قال ابن عدي بعدما أثنى عليه، قال: صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة، رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه. قال الحافظ الذهبي: ضعفه غير واحد وقواه آخرون. والكلام على الذي وجه إلى هذا الإمام أنه كان شيعيا ورافضيا ووضع الحديث، وقد دفع الذهبي عنه تهمة الوضع، فقال: ما علمت ابن عقدة التهمة بوضع متن حديث، أما الأسانيد فلا أدري. واستبعد الحافظ ابن حجر وضع الإسناد، وقال: لا أظنه كان يضع الإسناد إلا الذي حكاه ابن عدي، وهي الوجادات التي أشار إليها الدارقطني. شوف إيه اللي ضيعه في هذا، ما الذي أضاعه؟ شو انحراف العقيدة. احنا قلنا هذه قاعدة اجريها على كل في الجرح، اجريها على كل روي، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته. ما في ما 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 ما, ما, ما يعتلي عرشا بين العلماء في هذا الباب. يقول يعني في الحق أنه مع ميل شديد للتشاعر وإيجاد الحيل في رواية الوجادات لم يكن كذابا، أما قيمة جرحي فأرى الخطيب أن حكايته الجرح عن الأئمة لا يقبل. فقال في ترجمة محمد بن حسين أبي الطيب اللخبي بعدما حكى عن ابن عقدة قول الحضرمي في ابن حسين ابن حميد، قال: كذاب ابن كذاب، لنا أصل فيما نفعل يعني.
في الجرح بما يحكي أبو العباس من سعيد بن سعيد نظر حدثنا علي بن محمد الناصر قال سمعت حمزة السهمي يقول سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية غيري من الشيوخ في الجرح هل يقبل؟ قال لا لا يقبل. هذا ولاحظ أيضا أن ابن عقدة كان شيعيا فلا يؤخذ بحطي على أهل السنة والجماعة. يقول السخوي بعدما ذكر الجزياني وابن خراش وكذا كان ابن عقدة شيعيا فلا يستغرب منه التعصب لأهل الرفض. أما ابن حبان فهو ابن حمد بن حبان ابن أحمد بن حبان ابن معاذ ابن معبد التميمي أبو حاتم البستي وهو تلميذ ابن خزيمة. ولد في بست في بلاد سيستان وتنقل في الأقطار فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة وتولى قضاء سمرقند فترة عاد في آخر عمري إلى بلده وتوفي فيها كان من المكثرين في التصنيف. قال يقوت الحموي أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره. يعد ابن حبان من المتشددين في الجرح. هذا عجيب تشدد في الجرح متساهل في إيش؟ في التوثيق. حتى كتابه كتاب الثقات ضمن كثير من المجهولين لكن لابد أن تفهم لأنه في ناس بتظلم أيضا ابن حبان يقولون يوثق المجاهيل هو ما يوثقه هو لما وضع الكتاب على أصل إيش؟ على أصل الراوي لا يوثق إلا أن يقول ثقة ولذلك أنت ما يصح أنك تأتي براوي ما في كتاب ابن حبان في الثقات وتقول وثقه ابن حبان هذا أيضا ضعف فهم وضعف استدلال تقول ذكره ابن حبان في إيش؟ في كتاب الثقات لكن وثقه لابد أن تنقل كلام ابن حبان في توثيقه بحيث أنك تعتمده. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. كتاب المجروحين يشهد على التعنت البالغ الذي نزل فيه مما حمل الحافظ الذهبي على تعقبه في مواطن كثيرة من ميزان الاعتدال. قال في ترجمة محمد بن فضل السدوسي عارم قال الدرقني تغير بآخرة وما ظهر له بعد اختلاط حديث منكر وهو ثقة. قلت في هذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد نسائي مثله فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف؟ طبعا خطأ وانا يا شديد بقى يعني اشتد عليه الذهب اشتد عليه لأنه اشتد على رواة من الثقات فأراد أن ينتصر للثقات فصراحة نزل عليه. قال هذا قول الدرقني اللي هو حافظ العصر فقال فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم. لكن هنا لما قال خساف متهور فين ما أطلقش قال في عارم الخساف المتهور في عارم وهذا انصاف وهذا فقه من الذهبي حتى لو اخذ ذلك انه قال ذلك اطلاقا يقول لا انا قلت هذا القول في وصفي عليه على الراوي وانظروا في الكلام عليه ماذا قال. نعم اختلط في اخر عمري وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث ده كلام الحبان اختلط في اخر عمري وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديث المناكير الكثيره فيجب التنكب عن حديثي فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك ولا احتج بشيء منها. قلت ولم يقدر ابن حبان أن لم يقدر ابن حبان أن يسوق حديثا واحدا له منكرا قال مناكير ما قال طبعا حديث واحد ما في وهذا وإيش الفرق بالاثنين مع أن وزان ابن حبان في الكلام كان وزان صحيح. في أخ قال لي شوف اللي قاعدين قدامك دول بعد ساعة هم راحوا أصلا هم ماتوا خلاص مش موجودين ابتديت أشعر بهذا والله. نعم الوزان وزان صحيح تفضل شيخنا وقعت تقعيدا صحيحا لكن لم يلبي نعم وقعت تقعيدات صحيحة جدا في مسألة المختلط أو مسألة التغير بآخرة وصحيح جدا في ما قاله لكن إذا ثبت عرش ثم طب أسقط الحكم العام عليه على العين فاهمني؟ فأنت لو أسقطت عليه يظهر ذلك. الدرقني كان متقنا بالأصل العام وبإيه؟ وبالمطابقة. شوف إيش قال الدرقني قال وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر واحد وهو ثقة يعني يقول نعم اختلط واشتهر أنه اختلط وما ظهر له حديث منكر والثاني يقول مناكير وتنكب يعني يقول خلاص إيه ثبت عرس أمه لذلك قال خسف متهور فيه عارم ما قالش على التعميم في هذا الباب. وقال في ترجمة أفلح بن سعيد المدني ابن حبان ربما قصم الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه وهذا كلام أيضا لا نقبله عن ابن حبان. لا يقال في ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه يقول ابن حبان أفحش الخطأ ولا يقال هذا الكلام على ابن حبان. هذا عالم من المتقدمين هذا عالم المتقدمين هو عالم حقا وبحر ما كتب يشهد له بما بثقله فصراحة يستدرك على الذهبي ما قاله على ابن حبان. لكن العذر الوحيد للذهبي إيش هو بس
نعم حبيبي. يلا روح اتفضل، يلا بسرعه اتفضل. وبالله بقى لو وقفت همشيك الان على العمريه، اطلع بره على السلالم على ابيس. حاضر اسف، صح تصحيح المعلومه واجب، جزاك الله خيرا. ده ماجد وجنبه مفيش اجابه، جنبه مفيش اجابه، جنبه. انا ما سالتش السؤال، قلت لا يعتذر للذهبي اعتذار واحد فقط، لاننا لا نقبل قوله في ابن حبان هكذا، لا نقبل. على السلالم، فوق على السلالم، على السلالم. ما تخافش، ما تخافش، اضحك لعديلك عشان يطلع وراك. اتفضل يا ورش. على السلالم، على السلالم، على السلالم. استأنسوا معا جميعا. ماذا يخرج جورج السيد؟ ها؟ ماذا يخرج جورج؟ لا قرايات ولا حديث. ده الملازمة الملازمة مرتبطة بذلك. شيخ. عشان الاثنين، عشان الاثنين يبقى كتاب وسنه الاثنين، فاهم ازاي؟ ما هو عشان الاثنين يبقى احنا جبنا النص، النص فاضل المعنى. لسه عريس وما اولمش، خلي بالك. اولم ولو بسويك يا ورش، بسويق بغدا ان شاء الله، رضي الله عنك. تفضل. اصبروا بقى يا جماعه، لان الامر دين ايش؟ رد بيه حديث النبي. احسنت، اطلع تحت تحت السلمه اللي واقف فيها يا ورش. وجيزه هنزلك في الشارع، في الشارع. سبعاوي ممدحه مش مذمه له. زول جنبهم، زول جنبهم. ما ادري زين، احنا ممكن اجابه اهلاويه علميه. ما طب اتفضل. شيخنا يعتذر له بما اعتذر هو لمسلم. احسنت احسنت احسنت. وده قاله الولد اللي طلعته الطويل اللي ما لا مش غلط، انا طلعته لانه بيتكلم بدماغه، فاهم؟ شغال كده لانه معتذري، فاهم؟ انا عارف انه ما عندوش، فقلت اطلعه عشان يستوي. هو بيقول لي تاب، تبت ولا ما تبتش؟ تبت من الاعتذار ولا ما تبتش؟ حمد. هذا صحيح. نقول نعتذر له انه ايش؟ اخذته قوة الدفاع عن الحق وعدم اسقاط الرواة الذين بهم يؤخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسلك لا يقف، اخذته هذه القوة، لذلك رد عليه حتى لا يسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وثقه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي له غرائب حسان وارجو انها مستقيمة، وإنما يهم فيرفع موقوفا ويوصل مرسلا لا عن تعمد. وأما ابن حبان فإنه خساف قصاف، روى عن السقاط أشياء موضوعة. يعني ابن حبان قال بقى أنه روى عن السقاط أشياء موضوعة. صراحة أغرب ابن حبان جدا في هذا الباب، أغرب جدا فيه. فهذه الشدة، شبه هنا، فلهذه الشدة توقف العلماء في قبول جرح ابن حبان. ربك شكور، لانه بيشتد في الجرح، وهذا ليس وزان العدل في القول. الله صد العلماء عنه، هي جزاء الفقر عشان نتفقد. صد العلماء عن قبول كلامي في الجرح، ما جعل العلماء ياخذونه كما ياخذون من يحيى بن سعيد القطان، مع انه متشدد ايضا. ابن القطان متشدد، وعبد الرحمن متشدد، بس عبد الرحمن اخف من ابن القطان، بل احمد بن حنبل قال عنه متشدد. بعضهم جعل البخاري متشدد لكنهم معتدلين، لكن العلماء قبلوه، لكن هذا في افراط في ذلك. لذلك انت ترى الناس اللي بيتكلم في العلماء في حد ياخذ كلامهم؟ مبتدع كله يقول لك دعهم الكلام الانشطاري حطهم على جنب. فالحقيقه في هذا الباب قال فلهذه الشده توقف العلماء في قبول جرح ابن حبان في المعدلين.
ما لم يفسر جرحه. يعني طبعا قيادها بالمعدلين الذي لم يأتي فيه التعديل أخذوا بقول ما لم يفسر جرحه بما يقضى حقيقة، يعني يأتي بالدليل حتى يأخذ كلامه، وهذا الذي سنبينه إذا اجتمع الجرح والتعديل كيف نفعل. قال ده في ترجمة العلاء بن زهير الأزدي وثقه يحيى بن معين. قال ابن حبان كان ممن يروي الثقات يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات. قلت العبرة بتوثيق يحيى. ليه قال العبرة بتوثيق يحيى مع أن التقعيد كان مع ابن حبان؟ التقعيد أصلا كان مع ابن حبان، لأنه أقول شوف إيش قال. قال ابن حبان قال يروي عن الثقات ما لا يشبه الحديث الأثبات فبطل الاحتجاج به، لم يوافق الثقات، لأنه لم يوافق الثقات. يحيى متشدد في التثبيت في التعليل، وابن حبان رحمه الله الجميع متشدد في التجريح. على يحيى بن معين؟ لا ليس كذلك. يحيى اعلى. لا يحيى بن معين، يحيى بن معين اعلى الناس بالرواه بالرجال. هو الحقيقه لما قدم ليس لذلك ايضا قدم يحيى كانه قال واطرح قول ابن حبان لانه لا دليل عليه. مش احنا قلنا عند الجرح ماذا يقال فيه؟ هو الان يحيى قدم التعديل، يا ابن حبان جاء بالجرح، يبقى لن نقبل جرحه ولا نمرره الا ان تفصل، الا ان تاتي بالدليل. هات ما عندك. مفهوم؟ وقد أشار ابن حبان يعني نفسه إلى شدته في مقدمة صحيحه، فقال وقد تركنا من الأخبار المروية أخبارا كثيرة من أجل ناقليها، وإن كانت تلك الأخبار من مشاهير تداولها الناس، فمن أحب الوقوف على السبب الذي من أجله تركتها ينظر في كتاب المجروحين من المحدثين في من كتبنا، يجد فيه التفصيل لكل شيخ تركنا حديثه. والحق أنه لم يأتي بإيش؟ بالدليل على ما تكلم فيه، بأنه أتى بالمناكير عن الثقات ولم يأتي بمنكر واحد عنه. نعم. كما أنه سلك ابن حبان في نقد منهجا في إفراط وتفريط، فقد أفرط في الجرح وتشدد، وفرط في التعديل والتصحيح حتى عد من المتساهلين هذا وهذا الجانب الثاني حمل الحافظ بن حجر على قول فيه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، فمن انتفت جهالة عيني ولم يجرح كان مقبولا عند ابن حبان. وطبعا الظلم هذا لأنه وضعه في كتاب الثقات، وترتفع تلك الجهالة عنده برواية ثقة خلافا للجمهور، لو لابد أن ترتفع الجهالة بإيش؟ براوي عين، حيث لا ترتفع جهالة العين عندهم إلا برواية اثنين، ولا يثبت له حكم العدالة بمجرد روايتهما. قال ابن حجر الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عيني كان له على العدالة أن يتبين جرحه حتى يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور. والصحيح أن جهالة الراوي العيني جهالة العين ترتفع بواحد. تعرف تجيب التفصيل؟ محدث أجب واجلس، ده جاي بيجلس بغير ما يجب، أجب واجلس، رتب الجلوس على الإجابة. تعال اقعد، ما أنت أجبته خلاص، مش فاهم التفصيل فين. اقعد، أنا آسف، أنا بكلمكم أردو، اتفضل. معتز عايز إيه يا حبيبي؟ جاوبك. اتفضل يا حبيبي جاوب وموتني. ترفع الجهالة بتوثيق ثقة من الثقات. يا سلام يا سلام يا سلام، ادوله الشنطه بتاعته، روح انزل تحت. طب انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه في الامر ده؟ الثواب على قدر ايه؟ الصبر على البلاء. اتفضل يا استاذ معتزل، عندك خلاص هاتوا يجلس انت، بس روحوا انتوا الاثنين في حته، بالله عليكم خدوا بعضكم وروحوا انتوا الاثنين، يعني انت حلال فيه وحلال فيك. ما الإجابة؟ إحنا عندما قال إن هو يعدل واحد فإن وثقه رفع الجهالة، كل جل المحققين يقولون لا ترفع الرواية إلا الجهالة إلا باثنين. تقصد جهالة الحال ولا العين؟ جهالة العين. إذا كان من كبار الطريق. أحسنت، حلو يا زول، حي أهلا بكل السودان. الله أكبر الله أكبر. ولا أنا مدعي نجوبا.
نعم الحقيقة أنه لو كان من كبار التابعين لأن هذا أصلا روايته يتساهل جدا في قبول الرواية تمر لأنه إشراقة الصحابة معه وهو داخل في ضمن التعديل ممكن التعديل الأول في هذا الباب إن كان من كبار التابعين وروى عنه ثقة فإنه ترفع جهالة عينه في هذا وهذا ذكره مش من بدع القول ذكره ابن حبان الألباني ونقله عن بعض العلماء في مقدمة السلسلة وأيضا في تحقيق فقه السنة على ما أعتقد في هذا الباب قدم مقدمات وقواعد منها هذه القاعدة يعني يقول هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فنظر خلقا من النص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكان ابن حبان أن جهالة عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره ابن خزيمة هذا بحر العلوم وقال فيه أيضا في ترجمة أيوب ذكر ابن حبان في الثقات وقال روى عنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا ابن من هو وهذا قول ابن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يذكر في كتاب الثقات كل مجهول يروي عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا يعني لو ثلاث شروط هنا روى عنه واحد والثاني أن لا يكون روى حديثا منكرا والثالث أن يكون لم يأتي فيه جرح ثلاثة شروط ودي شروط التي أغفلها جميع الناس كل اللي بيتكلم في الأمر ده أبو مارينا الأسري وأبو حمومة الأسري وكل هؤلاء الأثريون لما يتكلموا حتى في كتاب يرددوا كلام الألباني وكلام من وكلام ابن حبان في مسألة وكلام ابن حافظ حجر في ابن حبان متساهل ويقولون متساهل في كتاب الثقات وما يقولون ذكره في كتاب الثقات على شرط ابن حبان في كتاب الثقات صراحة الذي أبدع في ذلك يعني ممدوح سعيد مع آخر في شرط النسائي تكلم في هذا الباب وبعضهم دكتور آخر أنا أعرفه كان معنا في دبي لا أذكر اسمه بالضبط هناك هو الذي أيضا أتى بمثل هذه الفائدة الكبيرة وأنا لابد أن تبحث عن شرط ابن حبان تتكلم فيه في هذا الباب يقول هنا قد أخرج ابن حبان في صحيح لمن لا جرح له ولا تعديل إذ لم يأتي بحديث منكر وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة كما أنه أدرج الحسن في الصحيح قال السخاوي بل ربما يخرج أي ابن حبان للمجهولين يخرج للمجهولين لا سيما مذهبه إدراج الحسن في الصحيح مع أن شيخنا ابن حجر يعني قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحسية يعني شوف هنا ابن حجر كان منصفا ما قال التساهل على الإطلاق وده الإنصاف مع ابن حبان صراحة وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن فكتابي فهي لا مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا وإن كانت باعتبار خفة شروطي فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الأخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة طبعا عنده ثقة أيضا فيها نظر أنا أقول فهو عنده إيه فعنده مذكور أو موثق يعني عنده مذكور في الثقات أصلا المذهب الأكثر من ذلك هو حمل العلم نفسه توثيق يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وفي كتاب الثقات له الكثير ممن هذه حاله ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه في أنه لا مشاحة في الاصطلاح نختم بالكلام على رجل أروع ما يكون وهذا الكتاب قلت طالب علم ما عندوش هذا الكتاب أو طالب حديث يعني عنده علم حديث ما عندوش هذا الكتاب هذا رجل يموت أحسن في هذا الباب ابن عدي صاحب كتاب الكامل وهذا كتاب أمتع كتب الجرح والتعديل هو كتاب ابن عدي لأن عدي يسبر ويأتي بالتوثيق والتعديل يأتي بإيش يأتي بالأدلة على ذلك عبد الله بن عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني أبو أحمد قال حافظ ذهبي سمع بالحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان والجبال وطال عمره وعلى إسناده يعد ابن عدي من كبار أئمة الجرح والتعديل وعده الذهبي من المعتدلين المنصفين كالبخاري وقد اختار ابن عدي طريق المسابرة شوفها السبر وهذا هو المسابرة والتتبع لأحاديث الرجل المتكلم فيه فهو يصدر حكمه على الرجل بعد التبع أحاديثه هذا الإنصاف بحق في هذا الباب نعم وهذا ما جعل حكمه على الرجال متصفا بالاتزان والإنصاف
وانتهج ابن عدي هذا النهج في كتابه الكامل للنقد والحكم على الرجال وأحدثهم. وقد أثنى أئمة الحديث على كتابه ثناء عطرا أو عاطرا، وظل كتابه موضع عناية علماء الجرح والتعديل. مما عيب ابن عدي أنه ذكر الكثير من الثقات في كتابه لأنه التزم أن يذكر في الكامل كل من تكل ما فيه، فقال في المقدمة: أذكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف. طبعا هذا كان أسوة الذهب في كتاب ميزان الاعتدال، من الضعف ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر، ثم لا يقف موقف الغافل بل يرد على من حاول النيل من الثقات. وهذا شوف ديانة هذا الكتاب، يعني لو ذهب بهذا الكتاب عند ربي لكفى. واحد فقط بيذب عن عرض واحد مسلم مؤمن تقي أو عن عالم أو طالب علم، واحد يذب عن طالب علم ينجو بذلك في الآخرة، ينجو بذلك في الآخرة. لو ذب عن عرضه ها يوم القيامة يذب الله عن عرضه وينجو بذلك في الآخرة. إنما ده كتاب كامل يأتي بكل راوي وكل ما فيه ويذب عن عرضه. شوف جالس بيذب. ولذلك احنا قلنا إياك ولحوم العلماء، إياك يذكر في الكامل كل من تكلم فيه بأدنى شيء ولو كان المرجال الصحيحين، ولكنه ينتصر له إذا أمكن ذلك، ما يتركه يذب عنه. وأقول السخاوي هو أكمل الكتب المصنفة يعني قبله وأجلها، ولكن توسع لذلك كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، مع أنه لا يحسن أن يقال الكامل، لا يحسن أن يقال للكامل للناقصين. نقول يعني هو بيقول أنت تقول كامل للناقصين ما في، لكن هو بيكمل بيتم بيذب عن الأعراض. الحقيقة الذهبي أنكر عليه ما وقع فيه. الذهبي ذكر مين في كتاب الميزان؟ ذكر علي بن المديني. ابن عيينة أعتقد ذكره، انظروا كده في كتاب الميزان في هذا الباب ذكر ثقات تكل ما فيهم للذب عنه، ذكر ثقات يعني للذب عنه. انظروا إلى البخاري أصلا في هذا الباب. فنقول هو يرى يقول أنا أذب عنه ولو كان الكلام الذي يقع فيه كلام إيه؟ كلام باطل، لكن ما دام تكل ما فيه يبقى هناك رعاع سايش يتجرؤون، وهناك علماء قد يغر بهم وإيش ويتكلمون بذلك، فهو يسد الباب عن الرعاع ويسد الباب أيضا على أن لا يغرر بعالم فيقع في هذا الأمر فيكون خصيمه يوم القيامة. لذلك احنا بنقول كل من اخذ بتبديع احد وتفسيق احد نقول هو خصيمك يوم القيامه. يعني هو ايه اللي بيجرأه بيتكلم كلام مش فاهمه؟ يقول لك ويكون هذا خصيمي افضل من ان النبي يكون خصيمي. ماشي يا شعبه، وضع نفسه مكان مين؟ شعبه قال ذلك، قال كل الناس يكون خصمائي لكن ما يكونش خصيم النبي. هو انت بتذب عن هذه النبي؟ وفي روايه، وفي عصر في روايه، وفي روايه الان في هذا الباب. يبقى فين ما تقول أنا يكون هذا الخصيم أفضل؟ لا، ممكن يوجه كلامه على أن هذا مبتدع يؤصل للبدعة فيفسد عقائد الناس. نعم النبي يكون خصيم يوم القيامة، لكن نقول له رجل مثلك يحافظ على السنة كما تحافظ على السنة، أخطاء نرد الأخطاء فندها جهله فيها، وبعد ذلك لا تسقط الرجل حتى لا يسقطك الله جل وعلا في هوة سحيقة لا تجد منها نجدة بعد ذلك. فشوف لما تكلم في ابن عيينة يتكلم في مثل علي بن المديني، لما يذكر دول في ميزان الاعتدال نقول هو ذكر ذلك ليه؟ للذب، عشان يوضح من هؤلاء الفحول. شو يوسف القصاص نصرك الله يا يوسف بيقول المتسوسون الآن يقولون الشيخ الألباني ضعف الحديث الصحيح. أقول لك من اللي بيقول ذلك؟ الأشاعرة والماتريدية، هم اللي تقريبا بيتكلموا بهذا الكلام. ليه؟ لأن الألباني ماذا فعل؟ قطع رقابهم، موتهم. فلذلك هم مات يدسوا بقى، عشان هو رغم أنوفهم أي حد يطلع في التلفزيون في محاضرة في خطبة في درس علم ولو في حفلة بناء يقول وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه الألباني رغم أنفك وأنف اللي خلفوك وضعفه. شوف مين بقى اللي عمل كده؟ الله، انت عمال تشوه انت تعرف ناس من ليبيا بعتولي انت شتيم عليا ليه؟ تدافع على الألباني؟ ده سب ام المؤمنين ابتداء، وسب ابا بكر، واستهزأ بالصحابه. ده احنا بقى قلت لهم بس العبط مدالهم واحد اصلا. جاء ابن تيميه انه يبغض آل البيت. ابن تيمية استهزأ بالرسول، ده ابن تيمية. ابن تيمية يكفر أبا بكر وعمر،
قالوا انتوا فاكرين ايه؟ قالوا ذلك ابن تيميه. فعرفنا بقى ان العبط ايه؟ دماغ واحده في كل العصور. فيقال لهم اتواصوا به بنفس الامر، او طالع يريدون صد الناس عن الالباني. هذا الكلام وانه ضعف الصحيح، نعم له اخطاء، له اخطاء، تستدرك عليه، استدرك عليه بكثره الكتب التي صنفت، استدرك عليه لا شيء. طبعا كنت اهل الاستدراك، لا استدرك، ضعفه في ضعف قوله في كذا وكذا بس، ولكن احفظ له ايه؟ فضله. قال ابن باز: ما رايت تحت اديم السماء اعلى من الالباني. انتهى. الله جعل اجرى هذا المدح على لسان ابن باز. الالباني ما طلبوش ولا حد طلبه، ابن باز قال ذلك، قال ذلك. طيب، وكلمه وصلت الى الافاق، ونحن نقول بذلك. انا ما رايت احدا ممن ارى حتى عنده تحقيق وقوه يستطيع يخرج ما يخرجه الالباني. طول نفس في التخريجات اعظم مما تكون. قد يخطئ في مسألة التوثيق والتدريح باتجاه بالاعتماد على التقريب في كثير من الأحيان، نعم يخطئ في ذلك، إيش فيها؟ إيش فيها؟ والعالم كما قال الشافعي نفسه قلت، قال: وقلدت عطاء في هذا القول. والعالم يأتيه وقت ما يستطيع أن يجتهد فيعمل إيه؟ يقلد. قلد الحافظ بن حجر في بعض التوثيق والتضعيف، ما فيها مشاكل، لكن تتجنى على الرجل، تريد أن تضيع الرجل، ما هذا؟ والله الله تعالى يخسف فيك الارض. واشوف هنا اخونا فاروق، لانه يعتمد علم الحديث ايضا، جزاه الله خيرا، نقل لنا كلام الذهبي وانا احتاجه الان. ولو ان كلما اخطا امام في اجتهاده في احد المسائل خطا مغفورا له قمنا عليه وودعناه وهجرناه لما سلم لنا لا ابن خزيمة لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو اكبر منهما. وهذا الحق الذي قاله الامام الذهبي. ونحن بميزان العدل نقول: الاخطاء تغمى في بحر الحسنات، ونبين الفضل، مع اننا نبين الخطا ايضا، ومع الخطا ها الرد عليه وجوبا حتى لا يغرر الناس بالخطا الذي وقع فيه. الحمد لله والشكر لله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.